ولا بدنا نروح ولا عند معمر القذافي ولا حدا يحمينا. بيطلعوا وبيحكوا الموقع اسمه We are all in danger. We are in danger. حطوها بيتر رح يحط الموقع هون وبتمنى بكل مواقع التلفزيونات تحطوها. بتصيروا تعرفوا كلهم عم بيحكوا هلا بالسر بمجرات تانية. كيلاني واحد منهم وكتار منا فيهم كمان منفوت على المجرات وفينا انطوى العالم الأكبر. كل واحد منا مسيح مش أقل. أنا لست من هذا العالم. المعلومات من الدنيا إنما المعرفة من لدني. ما بقى بدي كتب ولا جامعة ولا مشافي ومستشفيات ولا هالمأكولات الكذب والنفاق. بسوق الطيب نعم في كذابين كلهم 100%، بس في أقل 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 من غيرهم. بلكن هيدا كذب هيدا كذب هيدا صح. ما بدنا نستورد مما يليك. من أي ضيعة أنا؟ من ضيعتك. مد إيدي عند الجيران مقايضة. قريبا الدولار كله بيوقع. ورقة توت فيك تاكلها، الدولار ما فيك تاكله. دمار شامل من نام ما منقوم تحت 800 متر مي بدها تطوف بالرياض طافت. جرافيتي اسمها. خلص ما بقى قصة واحد بدي يكبس زر. منلطف الأجواء إذا 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 في شي 200 واحد بأمة العرب مش موجودين. أنا مريدة ما لقيت ولا مرشد. أجانب كله. الأقوى شي فينا محمد كيلاني وواحد اثنين ثلاثة بلبنان نهلة بمصر هيك كم شخص موجودين. بالعراق رجال ومرته سكتوا وقالت له أبدا. هو طبيب قال لهم كذبة اللي عم تعملوه. هلا عم تترحموا على صدام حسين؟ شو رح نعمل بلبنان؟ سياحات؟ أي سياحات هاي؟ شو عم نعمل ببناتنا؟ بشبابنا؟ شو هالفن؟ شو هاللول؟ يا عار العالم. الضحك بدون سبب من قلة الأدب. كل كتاب بتكون تمنعه رح يكون على الموقع. ما حدا منا بده مال. خلص ما إلا قيمة. بدي واحد ما بيكذب. بدي واحد عنده أخلاق. الإنسان بدون أخلاق ليس إنسانا على الإطلاق. بدي واحد ما بيكذب. عايشين تنعمل مصاري وبعدين يلا 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 عم تعمل مال. شو عملت فيهون؟ أكبر فشل هيدا. حفاة عراة نطة طاول في البنيان. ارتاح ساعة بأربع وعشرين ساعة حتى إلك ساعة لنفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي. طيب قطع نفسي. كل حبيب عملها. حب قريبك كنفسك. حبيت حالك شي مرة؟ أبدا. كذاب. لأنه تعلمنا بس نحب هي وهي 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 وهي. إذا ما حبيت نفسك بدي أحبك. كتاب خير جليس. وإذا عندك صديق موجودين. check your checkbooks. وين عم تصرف المصريات؟ تياب وصرامي وشرطيط؟ اشتريتها تهفري؟ من مول لمول؟ من دواء لدواء؟ بتروح لعند المرة تتعالج لك البروستات؟ رح تصلح سيارتك عند واحد ما عنده سيارة بس لأنها مرة وانت بتحب تخلفي عند الرجال؟ أي طاقة؟ مش يعني هيك الرجال اللي خلف هلا أيصرية جاب طفل. هالطفل هالجنين كيف قاعد ببطنه لهالرجال؟ شو عم نعمل؟ شو هالتجارب اللي عم نعملها بالحيوانات وببني آدم وبأطفالنا؟ عم نجرب بالأطفال؟ الحق عمين الحق عليك انت. مين عم بيرضع حولين؟ اي حليب؟
مين عنده لبن بلبنان؟ شو عم نعمل؟ هيك انت نشرنا هالمرض هلأ بالأطفال، سرطان، كم مليون طفل كل يوم عم بيموتوا. وني هالأم شاطرة بس تكلب هالكعب العيلة وتطرطق وتعلق وتشدق، كل واحد عمل عملية تجميل ما يحط إيده عليكم، كل واحد بيدخن، جاي والليزبينز الدايكيز الهيترو والبايوسكشوال، كل صور على الحيطان، بصير عندك شوكينج سيستم ماستربيشن، شو بصير؟ فايض أكتر طاقة الجنسية، كل حياتك عم بتقضيها لهالهوت دوغ، ما بقى في إلا هالهوت دوغ والواوا، هاي حياتنا. هالأمراض اللي انتشرت هلأ ونكبت بالهواء، فينا نشيلها؟ شو فينا نعمل؟ بدنا ندفع الثمن بما كسبت أيدينا. عايش تتاكل أو بتاكل تتعيش، انت شو عم تعمل؟ اعقل وتوكل، استسلم لتكن مشيئتك. قد ما فينا بدنا نعيش بقليل كتير من المال. عالجوا مرضاكم بالصدقات. مرة بعمري عم تشحد على ساسين وأرمنية، ما صدقت، اتصلت بالكنيسة بالأرمن الأرمن، أنا عمي بيزنطي غيان حول العالم معروف، قالت لي ما بفوت على البيت إذا ما بيخدلوا لأبني مصاري. حكايته بالأرمني طبعا، قال لي مش الحق علي، بتعرفي مرتي وعنا أولاد، هاي ما صارت، هاي دي إشارة عند الأرمن. والمسيح أرمني، انتبهوا في مركز هلا بسيسين، قلت لك المسيح أرمني بفهم بقرارات الأرمن، أول شعب وحد، بس المسيح أرمني. هيك صرنا ماروني وأرمني وكاثوليكي وسني وشيعي و... انتبهوا، علقت بصيدا، انفجرت البوسطة بعين الرمانة، قلوب مليانة، وهلأ انفجارات قريبة. فينا نهدي الوضع، كل واحد بده يشتغل على حاله، كل وسائل إعلامنا تحطوا ساعة لله، وكل واحد منا ينتبه، هاي الأرض أمه، شي طبيعي نبزي ونزت زبالة من السيارة، ما بيفهم إذا بدي أقول له. المدارس كلها تتسكر، المطاعم، المستشفيات، المشافي كلها. رجعوا إلى علم الأنبياء، لحن ما بقى فيكم تسكروها. $20 وبتتركب هون بدولارين، بتقوي المناعة. وقت أنا جيشي بيقوى، ما بدي جيش سوريا، لأننا أخوة منشيل الحدود، ما بقى فيكم تمنعوها، عم تتركب هون، خلاص فاتت. هيدو هاي حوالي 200 شخص بيصحوا شو ما كان المرض، من السعلة جبنا السكري وسل وسيدا وسرطان وسارس وإيبولا وكل هالأمراض، كل كذبة كذبة أكبر، كذبة أكبر، كذبة أكبر. صوموا تصحوا، غذائكم دواءكم، نيل من إلو مرقد عنزي بجبل لبنان. الإذن بإيدك محمد خليفة، أنت والمزارع، هندسة الزراعة، كلكم موجودين. هالكذبة من زمان وزمان موجودة بهالبلد وبكل بلد. يا أمير المؤمنين جيب لي مؤمن. قال له هاي الفرق بين المؤمن والمسلم، ما بيكذب. ليش مضطرين نكذب؟ تنرضي.